عقد بمدينة صلالة بسلطنة عمان اللقاء التشاوري الدوري لوزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون وذلك لبحث الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس وتسهيل وتسريع الاجراءات الجمركيه بين حدود دول المجلس بالاضافه الى التكامل بين الاستراتيجيات الخليجيه ومستجدات الهيئه القضائيه الاقتصاديه الخليجيه وتشجيع الاستثمارات المشتركه والتكاتف نحو شعار صنع في الخليج وتفعيل فريق عمل مشترك واكد رئيس غرفه البحرين سمير ناس خلال الاجتماع على اهميه العمل لمعالجه مختلف المعوقات التي تواجه حركه الاستيراد والتصدير بين دول المجلس بما يدفع بتعزيز منظومه العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات ورؤى قاده دول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى ضرورة مواصلة العملية الاندماج الاقتصادي وصولا للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التي تستدعي مواجهتها بشكل جماعي والدفع بالعلاقات الخليجية نحو المزيد من التعاون الوثيق والتكامل المشترك في مختلف المجالات